المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ هذا سؤال جديد. هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة؟ إذا نظرت إلى الحديث، إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مقيرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يتبين أن الجواب أن صلاة انقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة، لأنه خطاب لجميع الأمة. إذا صلى أحدكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحدكم يدخل فيه الذكر والأنثى، الحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا المرور يشترط فيه كما ذكر في الحديث أن لا يكون قد وضع السترة، أما إذا وضع السترة فلا يضر ما مر بين يديه بعد ذلك. إذا كان عشان جزاك الله خير بالنسبة للازدحام في مكة في أثناء الحج، فهل برضو نفس الطريقة يعني الإنسان ما يتمكن أداء الصلاة إلا يعني في أثناء الدوران مثلا؟ فهل يعني في هذا الدوران في أثناء الطواف يكون الإنسان يعني أقامة الصلاة على طول إيش يشتف يعني منه، ففي الحالة في هذه الحالة يعني يقطع الصلاة برضو ولا؟ يعني هو يكون يصلي في المطار؟ نعم. لا يعني الآن أثناء الصلاة عندما تقام الصلاة كل الناس طبعا إيش يقصر الصلاة، ففي هذه الحالة يعني بعد ما ينتهي الصلاة يكون بعض المارين أو بعض البعض يطوف يعني من عند الازدحام عند النساء أو الرجال يعني، فما يكون أمام الستر يعني. في فرق بين المرأة بسرقة الصلاة، نحن نتكلم الحديث الآن. نعم أنا مستعمل السؤال يعني صلاة الجماعة ولا صلاة منفرد؟ منفرد يعني، بس في أيام الحج عند الازدحام ففي رخصة في هذه المسألة ولا؟ في رخصة إطلاقا، لكن معناها التساؤل ما الذي يحشر المصلي فيصلي في الطواف؟ لماذا لا يتأخر؟ الحرم طبعا يكون مزدحم صحيح، لكن لماذا يصلي في الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.